مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه النافذه الاعلاميه المطلة عليكم من وكاله جي ميديا عبر شاشتها على صفحات التواصل الاجتماعي في فيسبوك. مشاهدينا الكرام، نحن الان في مدينه الخليل بمحيط ديوان عائله ابو سنينه، حيث يحتفل المواطنون في هذه الاثناء بفوز قائمه الوفاء في الخليل، بفوزها بالنتائج الاوليه التي اعلن عنها بتسعه مقاعد امام سته. إذا نحن نتحدث هنا عن اكتساح وفوز لعدد المقاعد التي شاركت بها أو التي حاصدتها قائمة الوفاء مقابل قائمة البناء والتغيير، قائمة البناء والتغيير التي يعني القائمة الممثلة عن حركة فتح حصدت ستة مقاعد، وقائمة الوفاء التي تحمل صفة ترشحية بالمستقلة تضم مجموعة من ذوي التوجهات المختلفة حصدت تسعة مقاعد. إذا مشاهدي الكرام، هذا هو المشهد، الناس مزدحمون يعجون هنا في الشارع ويحتفلون بطريقتهم بعد الفوز بالمدينة. نسبة الاقتراع وصلت في مدينة الخليل حوالي 42%، أي بمعدل 45 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم وشاركوا بعملية الانتخاب والاقتراع. المواطنون يحتفلون بفوز القائمة بالصفير عبر زمامير المركبات والهتاف بصوت واحد. هنا يبدو الشارع مزدحما أكثر منه في قلب المدينة في شارع الحرس، حيث كنا قبل قليل حين بدأت الاحتفالات من خلال رفع الأعلام والهتافات الموحدة، وكذلك أيضا من خلال المسيرة التي جابت الشارع في الخليل. نحن هنا يعني في مشهد عرس ديمقراطي الآن في هذه الدورة الانتخابية الثانية التي يشارك فيها المواطنون في أجواء تنافسية كانت المرحلة الانتخابية الثانية. نحن نتحدث أيضا هنا عن انتخابات المرحلة الثانية بعد تعطيل الانتخابات في المجلس التشريعي بعد أن عطل بواحد من الأسباب، والحجج كانت أن لا انتخابات بدون القدس، هكذا كانت الحجة المعلنة. نستمع الآن إلى أصوات المواطنين يحتفلون ونرى بالمشهد الصورة تتحدث عن نفسها. جمال معلم بو انا شيء Thank you.
للحديث عن أجواء الانتخابات. تعرفنا عن حالك وتحكي لنا عن أجواء الاحتفال بالانتخابات هنا في هذه المنطقة. أنا جمال طه أبو سنينة، طبعا محافظ أبو سنينة، والأجواء حلوة والحمد لله رب العالمين. نفس الجاد بحي الرجال، والشباب يعني انتخذوا الرجل المناسب في المكان المناسب، وكنا متوقعين هذه النتيجة إنه يعني البداية ينجح، يعني مش ما تفاجئناش بهذه النتيجة. شاركت بالعملية الانتخابية في الخليل؟ طبعا انتخبت. وفازت القائمة فعليا اللي انت انتخبتها؟ نعم فازت القائمة اللي انت انتخبتها. طبعا شايف اجواء الاحتفال، انت موجود هنا من اول من بداية الاحتفال هنا في الديوان؟ الشباب كلها فرحانة ومبسوطة. وشو بتأمل من خلال الانتخابات هذه ومخرجاتها ونتائجها؟ كيف يعني مش فاهم السؤال؟ يعني نتائج الانتخابات هاي شو بتتأمل انها تكون، ينبنى عليها تغيير مش تغيير؟ والله انا بقول يعني شو بدي تغيير؟ يعني احسن من هالزلمه مش رايحين ولا رايحين نجيب. وهو الوحيد رئيس البلديه الوحيد بيشتغل للخليل بدون استثناء، يعني لا بالشمال ولا بالشرق ولا بالغرب ولا بالجنوب، اشتغل للخليل كلها بدون استثناء. فهمت علي؟ وزلمه كفو نظيف، هذا اللي بقدر احكيه بس. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بطبيعه الحال هذه هي اجواء الانتخابيه التي تبدو هنا في الخليل، حيث يحتفل المواطنون بطريقتهم الان، يعني يجوبون الشوارع ويقومون ب يعني التوزع على اكثر من منطقه. هنا يحتشد الناس بصوره يعني تبدو بشكل مبهج وبشكل يعني الصوره تتحدث عن نفسها بطبيعه الحال. و كما ترون سنحاول التحرك
بالشاشة لل السلام عليكم. تعالوا معنا هنا حاج، يعطيك العافيه. تعرفنا، بتحكي لنا عن حالك، بتحكي لنا كيف اجواء الانتخابات بشايفها وبتعيشها في هون. علي بدوي ابو شنينه. الاجواء حلوه والحمد لله رب العالمين، ونهنئ الرئيس بالنجاح والف تحيه له، لانه بقدم للبلد اكثر من غيره والحمد لله رب العالمين. شو بتتامل من نتائج الانتخابات هاي اللي صارت؟ الله كل خير، ان شاء الله كل خير، وما تريدون الا ان يشاء الله، اللي بشيء ربنا هو اللي بده يصير ان شاء الله رب العالمين. شو بتتمنى يكون في تغيير مع الانتخابات اللي صارت؟ ان شاء الله بنريد التغيير للاحسن وللبلد وللكل ان شاء الله وللشعب ان شاء الله. طبعا بطبيعه الحال نتمنى التغيير. شكرا لك، العافيه. الله يعافيك يا رب. نستنى المشاهدين الكرام يعني لاصوات الطلقات الناريه المحتفله بفوز القائمة المنتصرة في هذا السباق الانتخابي في مدينة الخليل. إذا مشاهدينا الكرام، نحن نتحدث عن النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها. 9 مقاعد لقائمة الوفاء مقابل 6 مقاعد لقائمة البناء والتغيير. هنا المواطنون في الخليل يحتفلون ويجوبون الشوارع في محيط ديوان عائلة أبو سنينة، وكذلك أيضا في شارع الحرس قبل قليل في المكان الذي رصدناه لكم. الناس يحتفلون كل بطريقته. في شارع الحرس استمعنا وشاهدنا كيف احتفل الفائزون من خلال الأغاني والأناشيد والهتافات التي تعبر عن روح المنتصرين في هذا السباق، سباق الانتخابات في الانتخابات المرحلة الثانية. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. نعود ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في تغطية أخرى واستكمال المتابعة للانتخابات التي امتدت منذ 7 من صبيحة هذا اليوم واستمرت حتى 7 من مساء هذا اليوم، وأغلقت مراكز الاقتراع ليعلن بعدها حوالي بساعة عن النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها ووصلت القوائم. ويعني كما رأينا كيف يعني احتفل من فاز، وكذلك كيف من خابت أمالهم أيضا كيف تعاملوا مع الموقف. شكرا لطيب متابعتكم، ونعود ونلتقي بكم بإذن الله. دمتم في رعاية. واحنا مع تيسير وتحيه لقائنا 4. بس على الحطه انت بعديها.